تلعب 100% وما تتمنهمش لانه الاهلي هذا شو قوه الاهلي مش الفريق اللي شاد جمعيات في كوارا ولا يلعب على خلاط المنافسين نتاعو دونك تري امبورطون لا بريباراسيون مونتال نتاع المدرب المساجات شنو باش يوصلهم لانه من بعد كي باش يبدا الماتش ما عصاش ما حد شيء دونك تري امبورطون لا بريباراسيون دافون ماتش في لي باس في اللي هو ان يوصل المساج ليلز. نرجع لاحمد فارس في القاهره. احمد انت كنت حاضر بطبيعه البارح في الحصه التدريبيه اليوم في الندوه الصحفيه وغيره الصحافه المصريه تتحدث على برشا ثقة من ميغيل كاردوزو للمقابلة وغيره. أنت هنا كيف تشوف أجواء الترجي؟ فما ارتياح كبير لأنه الحقيقة نسمع في تصريحات من جوار الترجي ومن الإطار الفني مطمئن الحقيقة في الأيام الأخيرة. حاسم لازم نعرف أنه الترجي فريق عنده تقاليد، الترجي فريق عنده ثوابت في رابطة الأبطال الإفريقية مهما يكون، يعني الترجي في أي حالة فإنه الترجي قادر إنه يقارع الأهلي ويتجاوز الأهلي، ومن هنا نشوفوا ثبات اللي يعني كاردوزو ونشوفوا ثبات والطمأنينة اللي عند اللاعبين، وهذا حاجة مفهومة برشا ممكن يستغربها الإعلام المصري لأنه هي مدارس مختلفة. نعرفوا اللي الإعلام المصري وممكن الثقافة المصرية عموما تحب البهرجة، تحب الكلام البرشة، تحب الكلام المنمق. نحن أصحاب فعل يعني أكثر، ما نحكيوش برشة لكن الفعل يكون على الميدان. هي يعني ثقافات ويعني تختلف العقلية التونسية على العقلية المصرية، كل كيف ديما أقول كل بلاد ورطالها. الترجي يعني الثقة جاية منيش؟ حاط أنا حسب وجهة نظري الثقة جاية من تقريبا مباراة كلاسيك مين وزا الترجي 0-0 ثم مشي غاديك ربح الترجي كونتر سان داونز اللي كانت تحب الناس الكل، وكانت حتى الإعلام المصري يقول لك هنا كنا ننتظر نهائي سان داونز أهلي، وانتصار الترجي فاجئ عديد الإعلاميين هنا وباش تلقاو هذايا من بعد في الكلام نتاع الصحفيين المصريين. وبالتالي يقول لك الترجي القادم من بعيد، هكا يقولوا القادم من بعيد تكون البطولة سهلة. الترجي قادم من بعيد ولكن الترجي بتاريخه بكل التقاليد اللي اكتسبها من خلال المشاركات العديده وحصوله على 4 نسخ من رابطه الابطال. واضح احمد فارس. هاي خليل تفضل. لانكار نتاع مناول الاجواء في محيط الملعب، خاطر نشوفوا برشا فوضى معناها في استاد القاهره رينا الاسبوع اللي فات، وهم تو ينبهوا معناها على اساس الفوضى ذيك ما تصيرش ينجم يكون عندها تاثير في المان كورونت، معناها مئات الدخلاء مش مفوضة صارت بعد الماتش. هنرينا الفينال متاع الكاف احنا ديجا الزمالك وبركان، ديجا تعطيك فكرة افريقيا اخويا افريقيا ماكش في فينال شامبيونز ليغ دوروبا، والحقيقة يعني قد ما ينظموا في مصر لما لازم راح تراها حاجات اللي متاع افريقيا بالحق. خالد مهم كاكسبيريونس بيرسونيل، خالد المولي لعبت برشا كونتر الاهلي، لعبت في استاد القاهره كمدرب ايضا عملي ولا مع الوداد كونتر الرجاء سامحني كونتر الاهلي المصري المان كورون. الاجواء نحبوا نعرفوا الحقيقه شنو يصير، عندها تاثير عندها تاثير وتحب ولا تكره. هي خالد عندها تاثير، هي ثم ماتش باقي في بالي، ماتش مصر والكونغو تاهل كاس العالم. كاس العالم انا راهو بيلانتي للمصر جمهور كل تخل عنده تاثير عنده تاثير. وكان قلت لك قد ما تنظم في افريقيا لازم سيرتو في مصر ما عرف شنو هو الفينومين اللي عندهم الصحفيين بزايد المسؤولين بزايد ما تعرفش كيف كوا فهمت. هذا اللي لازمه بصراحه الترجي يقرا له حساب ما تدخلش معاهم في اشياء اللي تضيع لك التركيز نتاعك. واضح هذه هي ديجا برشا حتى من جمهور الترجي تخوفات وغيره، ولكن دائما كما نقولوا الكره في ثقيل الملعبيه برشا خوف من الكواليس، برشا خوف من التحكيم، برشا خوف شفتوا شنو تقال على مخرج المباراه والفار وغيره. دونك لهنا يحاولوا ربما يفيقوا شويه قبل المقابله، هذوما لي ميساج اللي يوصلوا من الطرف الفني. ماتش كاس الكاف وكانه معناها كان معناها دق نقص الخطر بروفا هي كانت في صالح الترجي، خاصه رينا معناها الاخراج، رينا الفار، اللقطات ما تعودش، رينا الفوضى في معناها اثناء المقابله وبعدها في تسليم الكاس. معناها على الاقل المسؤولين الاتحاد الافريقي يحاولوا يصلحوا شويه، ويظهر لي معناها حتى المسؤولين الامنيين على التنظيم ضعف 8 ولا 16 ولا والله نسمع فيهم كلمات، هذا كل نتصور في صالح الترجي. واضح. يلا بعد شويه باش ندخلوا نحكيوا على الامور الفنيه باش خليوا حسام حجلي، لانه كاردوزو بعد شويه تحدث تم سؤاله
سي امين قارة حاول انه لعب برشا ديفونس في مباراة اللي في رادس فولا. كاردوزو كانت اجابته نحو الصحافي المصري وكأنه معناها لا قالوا لك غلط في المعطيات متاعك. وتسمع بعد شوية تصريح اللي قالوا ميغيل كاردوزو الحقيقة ريبونس متاعه فيها برشا فن بالنسبة ويعرف يكومونيكي برشا مع الندوات الصحفية. يلا توت سويت نعمل ترتيحة مع الموسيقى ونكمل معكم اكسترا تايم. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكو.